في مدينة سليمانية اندلع حريق كبير في أحد المجمعات الصناعية بمنطقة أوباري. مراسل العراقية الإخبارية ذكر أن الحريق ما زال مستمرا وأن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة عليه، مؤكدا أنه خلف خسائر مادية كبيرة. وأشار مراسلنا إلى أن سبب الحريق هو تماسٌ كهربائي في أحد المخازن. مشاهدينا، للمزيد عن حريق السليمانية ينضم إلي من هناك مراسلنا عباس خالد. عباس، أهلا بك. بداية، حدثنا عن أبرز التطورات المتعلقة بهذا الحادث والخسائر التي وصلت حتى هذه اللحظة. نعم، تحية طيبة ومساء الخير. منذ الساعة الرابعة بدأت هذه الحريق في هنا في المنطقة الصناعية في مدينة السليمانية في شركة في مخازن شركة ماء السليمانية. سارعت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحديث، ولكن كما ترون إلى الآن الجهود مبذولة على قدم وساق من أجل فرض السيطرة على هذا الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى المناطق المجاورة. طبعا الخسائر المادية تقدر ب1 مليون دولار. الخسائر البشرية لله الحمد لم توجد، هناك إصابات لخمسة أشخاص، تمت معالجة 4 أشخاص منهم هنا ونقل الخامس إلى المستشفى. فرق الدفاع المدني كما ذكرنا إلى هذه الساعات تعمل على قدم وساق من أجل فرض السيطرة على هذا الحادث، ومن المؤمل في الساعات القادمة أن تتم السيطرة على هذا الحريق بشكل كامل. نعم، إذن عباس، يعني كما قلت في تقرير سابق أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، هذا يدفعنا إلى سؤال من جديد أيضا. دائما فيما يتعلق بالحرائق نسأل هذا السؤال عن الإجراءات الاحترازية، نوعية المواد المستخدمة في بناء المخازن، والامتثال إلى القرارات والتوجيهات من الدفاع المدني والجهات الرسمية. نعم، بالتأكيد إلى الآن لم يتبين السبب الرئيسي، وفرق الدفاع المدني وجهات الأمنية لم تعلن بشكل رسمي عن السبب الحريق، لكن من المتداول هنا هي مادة الأنزوكامية، هذه مادة توضع في السقف، وكذلك هذه المصانع هنا في السليمانية عليها هناك جهات أمنية تراقب وتلاحظ هذه الأماكن. بالتأكيد في الساعات القادمة سيتبين الخبر وسنزودكم به بالتأكيد.